السلام عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير. متى يزداد الجوع عندك؟ إذا زاد الفراغ ما بين سكر الدم وهرمون الإنسولين. هنا يرتفع هرمون الجوع بشكل عالي علشان أنت تغطي الجاب هذا أو الفراغ هذا ما بين سكر الدم وهرمون الإنسولين. وش الحل؟ مكسرات. من أفضل الحلول للجوع واللي جوعه حار بالطريقة هذه المكسرات. ودائما أقول وشو؟ تغدى بجوعك قبل يتعشى فيك، لأنك ترى إذا جعت ما راح تقدر تقرر وش الأكل اللي أنت أكله. تبدأ بس عطونا أي شيء خلونا ناكل، عطونا أي شيء خلونا ناكل. مكسرات تصبرك وبنفس الوقت تعطيك فائدة وتعطيك دهون وتعطيك أحماض أمينية كويسة، وبنفس الوقت تهدي الجوع هذا إلين ما يتحسن عندك النظام الهرموني بإذن الله.